في إطار يعني مرافقة وتشجيع النوادي الرياضية بمختلف التخصصات عبر تراب الولاية، قام يعني قطاع الشباب والرياضة بمبادرة لتسليم مجموعة من اللوازم الرياضية لفائدة يعني الأندية الرياضية النشطة في العديد من التخصصات، على سبيل المثال الحصر، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، ألعاب القوى. وراح تكون في قادم الايام ان شاء الله لكرة الطائرة والتخصصات الاخرى ان شاء الله، وهذا كله يعني في حدود يعني الامكانيات المتوفرة. قطاع الشباب والرياضة يعني يساهم عن طريق يعني الولاية باعانات مالية توجه يعني الجمعيات، وفيه كذلك الجمعيات التي لم تستفد من الاعانات المالية راح يكون لها ان شاء الله دعم باللوازم والعتاد الرياضي ان شاء الله باش نسهلوا لهم المهمه نتاعهم، ورانا نرافقوا فيهم يعني على المستوى في الميدان يعني بتوفير يعني المنشات والمؤسسات اللي باش يمارسوا فيها الرياضه تاعهم. ونتمنى ان شاء الله في الافاق المستقبليه ان شاء الله وين تكون عندنا حصه يعني معتبره يعني تاع العتاد ان شاء الله، رانا نزيدوا ان شاء الله نزيدوا ندعموا النوادي والجمعيات الرياضيه النشطه عبر مختلف بلديات الولايه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس النادي الرياضي الهوي مستقبل زالقو بلد بناريه. نشكر سيد المدير الشباب الرياضه على المبادره هذه. نشكر رئيس المصلحه على الوقوف الدائم مع الرياضيين، خاصه يعني سواء في الميدان ولا سواء يعني اداريا. نشكره على كل حال المبادره هذه. نقول لكم يعني ان شاء الله نحن ثاني يعني نديروا اللي علينا ان شاء الله، نشرفوا البلديه تاعنا ان شاء الله والولايه، ويعني نخدموا ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد، من هذا المنبر نقدم النادي، انا عضو في النادي الشباب الرياضي يارمول الممثل لبلديه الابيض من الدجاجه، من هذا المنبر كل الشكر وشكر موصول لمدير مديريه الشباب والرياضه لولايه شلف السيد العربي طواهرية للدعم المادي لهذا الذي قدمه الرياضة العاب القوى. وان شاء الله احنايا من هذا المنبر نحيوه ونحيو كل المصلحه القائمه على هذا الشيء، رغم انه هذه الرياضه تعتبر فقيره، الا انه المدير العربي طواهرية خلى شغل انه مد شيء ايجابي جدا هو عباره عن دعم اللي يخلي العدائين دائما يمدوا لولايه شلف. وان شاء الله من ذا المنبر احنا نديروا الشيء اللي علينا باش نشرفوا مديريه الشباب والرياضه لولايه شلف، ونشرفوا ولايه شلف وكذلك بلديه الابيض من الدجاجه. ومن هذا المنبر الشكر موصول مره اخرى لمديريه الشباب والرياضه. باسمي وباسم اعضاء الرابطه الولائيه لالعاب القوى، جينا الى المديريه تاع الشباب والرياضه، وهذا انا كما اشكر يعني المديريه على هذا الدعم المادي والعتاد للفرق يعني للعب القوى، والدعم هذا يعني راه عباره عن يعني كما احنا نقول عن ليكيمو يعني. ونتمنى ان شاء الله يعني هذه ان شاء الله تتكرر ان شاء الله يعني، ونتمنى النجاح للفرق هذه اللي استفادت يعني من هذا العتاد ان شاء الله يعني يزيد الشرف يعني، وماذا بينا يعني يزيدوا اكثر ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق ان شاء الله لهذه الفرق ان شاء الله،